الأمن المالي يؤكد مقتل اثنين من منفذي هجوم الجمعة في حين يواصل البحث عن أربعة آخرين، وموريتانيا تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا الهجوم. في مؤتمرها الثاني، نقابة القابلات الموريتانية تطالب بتوفير الغطاء القانوني والدعم للعاملات في المجال. وفي النشرة تتابعون: الحصول على وظيفة مغرية حلم قد يتحقق، لكن سرعان ما تبدده إكراهات العمل. أينما كنتم مشاهدين الكرام، حياكم الله، أهلا بكم إلى تفاصيل فترة المسائية أخبار الساحل التي نقدمها لكم من العاصمة الموريتانية نواكشوط. أجرى الرئيس محمد عبد العزيز اتصالا هاتفيا بنظيره المالي إبراهيم بوبكر كيتا، نقل خلاله تعازيه بعد الهجوم الذي تعرض له فندق راديسيون. وكانت موريتانيا قد أعلنت في وقت سابق الحداد 3 أيام ابتداء من السبت على ضحايا أحداث باماكو التي وقعت الجمعة. من جهة أخرى، قالت مصادر مالية إن اثنين من المهاجمين قتلوا، في حين ما زال البحث جاريا عن 4 آخرين يعتقد أنهم شاركوا في الهجوم. وكانت وزارة الأمن المالية قد أعلنت في وقت سابق أن العملية نفذت من طرف شخصين فقط، وتم اغتيالهما في الموقع من طرف القوات الخاصة. وتابعت وزارة الأمن أن القتيلين هما شابان بسحنة إفريقية. يذكر أن تنظيم المرابطون المرتبط بتنظيم القاعدة أعلن مسؤوليته عن العملية عبر تسجيل صوتي بث على الإنترنت. وللمزيد مشاهدينا الكرام عن هذا الموضوع، يسعدنا ان ينضم الينا هنا في الاستديو الصحفي والمهتم بشؤون الجماعات المسلحه محمد حمود والابن معالي. اهلا بكم ضيفي الكريم، بدايه نشكركم على تلبيه الدعوه. السيد محمد حمود، هناك تضارب في الانباء حول عدد المهاجمين، هل هذا يعني او يفهم منه ان الامن حتى الان ليست لديه معلومات الكافيه عن العمليه؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا على الاستضافه. يبدو أن موضوع عدد المهاجمين حسم، إذ طلعت هذا المساء بيانا صادرا عن تنظيم المرابطون أعلن فيه أن المهاجمين اثنين فقط أعطاهما بالاسم، قال عبد الحكيم الأنصاري ومعاذ الأنصاري. وكلمة الأنصاري تعني أنهم من أبناء البلد، إذ أن هذه الجماعة درجت على مثل هذه التسمية في حين تسمي الوافدين بالمهاجرين. إذا حسم موضوع عددهما وهما اثنان فقط ليس إلا، وقتل أثناء العملية. السيد محمد حمود، تنظيم المرابطون تبنى العملية، ما هي الرسائل التي أراد توجيهها في هذا التوقيت بالذات؟ تبناها عبر تسجيل صوتي بث في الإنترنت، وتبناها أيضا عبر تسجيل جديد بث هذا المساء على ما أعتقد. العملية كانت بتنفيذ مشترك بين جماعة المرابطون وإمارة الصحراء في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. أعتقد أن الرسائل عديدة منها. أولا، أن قيادات المرابطون وقيادات إمارة الصحراء في القاعدة كانوا على خلاف طيلة السنوات الماضية. أرادوا اليوم أن يرسلوا رسالة بأنه تم تسوية الخلاف وأن تم تجاوز تلك العقبات، ورسالة خصوصا موجهة للمتعاطفين معهم وللائمين لهم من معتنقي الفكر الجهادي، اللائمين لهم على الخلافات البينية وصراعاتهم. مفادها أننا تم تسوية الموضوع ونحن نعمل بالتنسيق. رسالة أخرى هي أنه رغم مرور 3 سنوات على بدء الحرب الفرنسية والإفريقية، أراد هؤلاء أن يقولوا أنهم ما زالوا موجودين وقادرين على الضرب أينما شاءوا وكيف ما شاءوا. رسالة ثالثة من بالمختار زعيم هذا التنظيم، أنه بعد إعلان مقتله أكثر من مرة، آخرها ما أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة جدابية الليبية، أراد أن يوجه أيضا رسالة بأنه ما زال موجودا وما زال حيا وقويا. أيضا رسالة رابعة لمن الشقوا وبايعوا تنظيم الدولة الإسلامية، ولمن يتخوفون من أن يعني أن المشروع الجهادي وما يسمى المشروع الجهادي في المنطقة يسحبه تنظيم الدولة الإسلامية، أراد هؤلاء أن يقولوا إنهم كقاعدة ولا هم القاعدة ما زالوا موجودين وقائمين وقادرين على الفعل. السيد محمد حمود، كسؤال أخير، موريتانيا أعلنت الحداد ل3 أيام، ما هي ارتدادات العملية على نواكشوط، وهل نحن مستهدفون مثلا من قبل هذه التنظيمات؟
إعلان نواكشوط الحداد أمر طبيعي باعتبار الجارة وباعتبار العلاقات والأواصر بين البلدين، وبالتالي هو تفاعل مع الماليين وتفاعل إيجابي بالتأكيد. بالنسبة إذا ما كانت موريتانيا عرضة، بالتأكيد خلال السنتين أو الثلاث الماضية كانت موريتانيا بمنأى عن الأعمال لاعتبارات عديدة، ليس أقلها أن الجماعات المرتبطة بالقاعدة بدأت تعزف وبدأت يعني تنحي موريتانيا من اهتماماتها العسكرية، لكن الجديد اليوم هو تنظيم الدولة الإسلامية المرتبطون به، خلايا النائمة إلى غير هؤلاء، لا أحد يعرف حتى الآن مدى قدرتهم مدى استعدادهم، أيضا احتمال أن يوجهوا ضربة لأي بلد أن كان يبقى واردا، وبالتالي أعتقد أنه إن طرأ خطر مستجد فقد يأتي من قبل تنظيم الدولة الإسلامية وليس من قبل القاعدة. الصحفي محمد حمود أبو المعالي المهتم بشؤون الجماعات المسلحة، كنتم ضيفنا في هذه النشرة، شكرا جزيلا لكم. شكرا. نظمت النقابة الموريتانية للقابلات مؤتمرها الثاني تحت شعار مع مستقبل واعد للقابلة، وقد تم خلال هذا المؤتمر طرح مجموعة المشاكل التي تعاني منها القابلات في موريتانيا. محمد فال والحامدون عد تقريرا عن الموضوع. معا من أجل مستقبل واعد للقابلة، هكذا بدأ المؤتمر الثاني الذي تنظمه النقابة الموريتانية للقابلات من أجل تحسين ظروفهن على مستوى التراب الموريتاني من خلال تطبيق المرسوم الصادر عن الحكومة في 8 مايو 2008. نواقع القابلة في بلادنا يستحق منا جميعا أن ننظر إليه نظرة مراجعة وإنصاف، يكون القابلات في بلدنا من أفضل القابلات مستوى على المستوى المعرفي مقارنة بالدول المجاورة، وتملك نسبة كبيرة منهن مؤهلات وشهادات جامعية عليا في مختلف التخصصات، وعلى الرغم من هذه القيمة المضافة فإن تصنيف القابلة عندنا في الفيبا هو الأضعف مقارنة بالدول المجاورة. مشاكل القابلات لا تقتصر بحسبهن على ما قدمنا في المؤتمر، بل هناك الضغط الشديد وعدم الحرية في العمل، وما وصفوه أيضا بحالات الاعتداء المتكررة على القابلات داخل القطاع الصحي من طرف المراقبين للمرضى، وهن اليوم يطالبن بتوفير الغطاء القانوني والدعم المعنوي في مثل هذه الحالات. تهدف الوزارة على تكوين القابلات بصفة عدد كثيرة في المدارس العادو متعددة في موريتانيا، وتكوينهم بصفة عدد جيدة، وعند خروجهم وذول يشتغلوا منهم الوزارة تساعدهم دائما في تحسين الخدمة. القابلات في موريتانيا يبلغ عددهن 560 قابلة، حيث يتخرج منهن كل سنة ما يقارب 30 من مدرسة الصحة، ويعتبرن بحسب العاملين في القطاع اللبنة الأولى لنجاح الصحة الإنجابية في موريتانيا. وجود فرصة عمل مغرية حلم يراود عشرات الشباب الموريتانيين، لكن فرصة العمل هذه قد تتحول إلى استعباد وظيفي، خصوصا إذا كان هذا الخيار يتطلب البحث عنها خارج البلاد لما يعتري ذلك من مطبات. تفاصيله فنتابعها في سياق تقرير محمد ولددا. إعلان عن فرصة عمل في السعودية ضوء ضئيل من الأمل يخامر عقول مئات الشباب الموريتاني ممن ملوا البطالة والتسكع، فراحوا في طوابرهم غير آبهين بمستوى الراتب أو بطبيعة الوظيفة أو مدة عقد العمل، ما جعلهم بعد التوقيع مع شركة سعودية للمقاولة الوظيفية في حيرة من أمرهم يعضون أصابع الندم. الشركة قالوا بلنا وعد السعودية والله وعد باريس، غير ما عرفت قايل وعد شنو، جينا هو وفرقوا وقتنا وفرقوا حياتنا وفي من الرنق وشي ما عرف، قابوا تواقضي ندور كاني نمشي حر راسي، ما نرى وعد السعودية كاني ماشي نتخابط مع قزة، والله نتخابط مع بيروت، والله نتخابط مع اليمن، والله نتخابط مع أي دولة، وشي من الشباب هنا تياها باتهم راموهن يقدوا يتوا ماشيين وكات ياها يفرقوا كاملين يصبحوا ضحية. يقول الشباب إن الشركة وقعت حتى الآن مئات العقود مع زملائهم، وكلها لا تحدد الراتب والوظيفة ومدة عقد العمل، وألزمتهم التوقيع على تعهد آخر لا يحمي لهم أي حقوق، بل يجعلهم مستعبدين، ولا يدري أي منهم ما هو مصيره وإلى أين سيسافر وكم سيقضي وكيف سينجو من تبعات الملاحقة القانونية إذا ما خل بالتعهد. شاب هنا في موريتانيا، كنت أدور العمل لياس من الزمن، وكنت زمان قاعد زمان نشتغل، قررت ميتني سمعت ان هاي الشركه السعوديه وتقبل عمال ولانها عاضتهم خلاص قاع ما وياسر، قال بعد اعلنوا بعد لباس سمعت غير، جيت وعدت مو الامتحان تست ونجحت فيه سمعت، وقالوا لي نمشي نعدل
عطاوني تاغط تعهد مني انا عني نمشي نوثقوا على اني نعود اللي قالوا لي هما نعدلوا. قال باو يعطوني تاغط فيها العقد اللي بيناتنا. فتحون عند الدار هي كراوه وداروا عليها لافتات واللافتات فاتوا غيروا مرتين والله لا التالية منهم كانت شركة سعودية للتدريب والتوظيف وذيك التدريب داروا في بلد هلاك تاهي وقلعوا التدريب وقطعني أنا استغربت من نفسي نصحت ياسر من الناس علي الناس ما يمدوا روعات بيقال لي أنا كنت في السعودية بريد أن قال هالدمام والخفجي وحفر الباطن وأخبار العيال نعرف فرقاش عنده الحيوان من هالبدو يجي الحكومة يدورتها شير تراعي والحكومة ما قطعت أكبر العيال. حملنا امتعاضات هؤلاء إلى مسؤول الشركة الذي رفض التصريح أمام الكاميرا واكتفى بالقول إن شركته مرخصة من الدولة السعودية ومن قبل السلطات الموريتانية وإنها توفر فرص عمل حقيقية لهؤلاء الشباب وأن عقد العمل واضح البنود ولم يرد على أسئلتنا ما هي الوظيفة وما هو المرتب ومدة عقد العمل وعلل امتعاضهم بالتعجل. وبعودتنا لطرح ذات الأسئلة على موثق عقود عمل الشباب مع الشركة رد هو الآخر أنه لم يوثق عقد العمل الأصلي الذي من المفترض أن يحترم البنود القانونية إنما وثق تعهدا يرتبط بالعقد الموقع بين الطرفين والذي أكد أنه لا يستجيب لمقتضيات شرعة المتعاقدين قانونيا وإنسانيا وأنه اتصل بالشركة وطالبها بإعادة صياغة العقود والتعهدات لتلائم قانون الشغيلة الموريتانية. وتنشط في موريتانيا ما يسميها مراقبون شركات ومكاتب وهمية للعمالة كان آخرها مكتب لسيدة موريتانية سفر عددا من الفتيات الموريتانية إلى السعودية للعمل في المنازل وتربية الأطفال لاقت أكثريتهن سوء المعاملة. التعليم الطريق للإصلاح. الدروس المسائية عادة دأب التلاميذ وذووهم على اللجوء إليها بغية استكمال التلاميذ لفهم ما لم يتمكنوا من استيعابه على مقاعد الدرس النظامي، لكن هذه العادة لها منتقدها بسبب ما يصفونه بالإغراءات التي يتعرض لها التلاميذ داخل المؤسسات الدراسية للتسجيل في هذه الحصص. المزيد نتابعه في تقرير عبد المؤمن والأحمد. الدروس المسائية أو حصص التقوية خيار دأب التلاميذ على اللجوء إليه يحدوهم في ذلك أمل تعويض النقص الحاصل معهم في عدم استيعاب الدروس الاعتيادية، بل أصبح ارتيادهم لتلك الحصص أمرا يتبناه أولياء أمورهم سواء دعت إلى ذلك الحاجة أم لم تدعو إليه. أصل أن التلميذ لا يحتاج إلى حصص تقوية ما دام يزاول تدريسه في مدرسة منتظم. إذا كان التلميذ عنده نقص مستوى قد نجد مبرر لوجود حصص، لكن في المدارس الأخرى والله الأقسام اللي أقل بالنسبة لي ما عنده لا يكون عنده مبرر. يرجع بعض المختصين في المجال الأسباب التي تحتم على التلاميذ الالتحاق بحصص التقوية إلى الاكتظاظ داخل الفصول والذي لم يعد سمة تميز المدارس النظامية فحسب، بل تجاوزتها إلى المدارس الخصوصية. ينضاف إلى هذا السبب أيضا غياب دور الأسرة كشريك في العملية التربوية. من بين العوائق التي تواجه التعليم الخصوصي اكتظاظ الفصول مما يجعل التلميذ تغيب عنه بعض الشروح، كما أن الأستاذ يجد صعوبة في متابعة التلاميذ. لهذا السبب فإن أغلب التلاميذ يرون ضرورة تقديم حصص تقوية بالتوازي مع الدروس المنتظمة، ومن بين الدوافع أيضا تدني المستويات. بالرغم من غياب الإحصائيات التي يمكن الاعتماد عليها في هذا المجال، إلا أن حصص التقوية باتت اليوم مصدر دخل للكثير من ممارسي مهنة التعليم. فهل أصبح انتشار هذه الظاهرة اعتراف ضمني بقصور ما تقدمه المدارس النظامية والخصوصية في دروسها العادية، أم أن لهذه الحالة مسوغات أخرى؟ فقرة آراء مشاهدينا الكرام استطلعت عينة من آراء الشارع في نواشوط حول الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية. نتابع.
ترى الفصول مسألة طبعا سلبية، من سلبيات بأن التلاميذ يعود عندهم عدم التركيز في الفهم بهم، التشويش الطلاب عليهم بهم، الكثرة والاكتراء يعود الأستاذ ما متمكنين منه حتى، وإلى عاد متمكنين منه ما يقدوا ينتبهوا أكثر به اللي يعودوا مشوش عليهم ذهنيا ومشوش عليهم الطلاب فيهم، واحدين يعودوا ما طبعا ما جايبتهم القرايه به مثل كثرتهم. المعنى هذا الاكتظاظ المدرسي راجع أولا بعد قاع التلاميذ ما تروا لي يفهموا الشيء، نظرا لكثرة الاكتظاظ ما تروا لي يسمعوا قاع كلام الأستاذ ولا الشرح ليستفاد منه لا الناس القدامية. يا الله الدولة تحد من الاكتظاظ بطريقة جيدة اللي يعود الفصل لا يتعدى 30 ولا 40. الاكتظاظ في الفصول ياسر، نحن ما لنا فاهمين معاش، نحن الطلاب شاكين منه، دورهم يعدلون أقسام يقسمون فيهم تعود ما يزيد على 41 و50 ذاك النوع، فهمت؟ ونحن عدنا ياسر من ذلك يقول استاذ ما لنا سامعينه، وعادوا البلاس تضايق الناس عليهم بذاك النوع، الناس كامل الدور لقدام. أعتقد أن الاكتظاظ في الفصول الدراسي يؤثر تأثيرا سلبيا على الطلاب، ذلك أنه يقلل من تركيز الطالب خصوصا في المدرجات الكبيرة، فمثلا عندما تدخل مدرجات كلية الاقتصاد تجد مدرج فيه أكثر من حوالي 500 شخص، يؤثر طبعا على الطالب. الاكتظاظ المدرسي سببه الرئيسي يعود إلى حد من البنى التحتية، يلا الدولة توفر بنى تحتية للطلاب يقعد بعد قاع عندهم طريقة قد يقرأوا بها القسم، يلا عود فيها 30 ولا 40 ولا 45 ياك التلاميذ يفهموا شو ياك مالي قد يستوعبوا لله يقرأوا بالفصل اللي نكثروا فيه التلاميذ ما مالي يفهموا فهم العين نحن عليه قبال اللي يودي طريق النجاح. الآن مشاهدينا الكرام نصل إلى جديد أخبار رياضة، وذلك ضمن الموجز الرياضي الذي يصحبكم فيه الزميل عماد أحمد بابا. الموجز الرياضي من الساحل التيفي، أهلا بكم. تنطلق مساء غد الاثنين مباريات الأسبوعية 12 من منافسات الدوري الوطني الممتاز لكرة القدم، والتي ستشهد إجراء 6 مواجهات، تبرز من بين مباريات الجولة مباراة الإكسر الذي يلاقي تجججة على ملعب شيخة والبيدية في لقاء يبحث فيه العميد عن نتيجة إيجابية تبقيه ضمن مقدمة الترتيب، في لقاء آخر سيكون المتصدر إفس نواذبو أمام فرصة سانحة لتعزيز صدارته عندما يستقبل في مدينة نواذبو فريق تجنين، في حين يرحل حامل اللقب إفس تفرغزين إلى مدينة كيفا لملاقاة اتحاد العصابة في مهمة لن تكون سهلة لرجال المدرب بيراماغي الساعي لاستعادة مركز الصدارة. وتختتم لقاءات الجولة بقمة وسط الترتيب والتي ستكون عسكرية بلقاء الحرس الوطني ونادي الشرطة الوطنية. أوروبيا، أفادت صحف إسبانيا مقربة من نادي ريال مدريد أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز اتخذ قرارا صباح اليوم بإقالة المدرب رافائيل بينيتيز بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها النادي الملكي أمام برشلونة برباعية نظيفة على ملعب سانتياغو برنابيو السبت في الجولة 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم. قالت المصادر إن قرار الإقالة جاء بسبب النتائج السلبية التي حققها الميرينغي تحت قيادة بينيتيز، حيث بات الفريق يتأخر بفارق 6 نقاط عن برشلونة متصدر ترتيب الدورية. وأكدت المصادر أن قرار الإقالة أو إقالة بينيتيز سيصدر خلال الساعات القليلة المقبلة دون الكشف عن هوية المدرب الجديد، والذي رجحت أن يكون الفرنسي زين الدين زيدان أو إعادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي كما أوردت التقارير الإعلامية مؤخرا.
وكانت صحيفة لا غازيتا ديل سبورت الإيطالية قد كشفت أن البرتغالي كريستيانو رونالدو طالب عقب خسارة ريال مدريد المهينة برباعية نظيفة أمام برشلونة في كلاسيكو الأرض برحيل المدرب رافا بينيتيز عن الملكية، مهددا بأنه حال بقائه سيرحل هو. وذكرت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني أن كريستيانو قال في حديث لرئيس نادي فلورنتينو بيريز عقب الخسارة أن يختار بينه وبين المدرب بينيتيز في ريال مدريد. وكان المدير الفني لريال قد أقر عقب المباراة بأنه ربما لم يدفع بالتشكيلة المناسبة أمام الغريم الكاتالوني، مشيرا إلى أن الجميع يتحمل مسؤولية هذه الخسارة. إذن نادي برشلونة كان قد أحكم قبضته على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعدما حسم لقاء قمة الأسبوع 12 من الدوري أمام غريمه ومطارده المباشر ريال مدريد بأربعة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين بملعب سانتياغو برنابيو. نجم اللقاء الأرجواياني لويس سواريز لم يمهل أصحاب الأرض سوى 10 دقائق ليوقع هدف الافتتاح. ليتواصل الضغط الكاتالوني والذي أثمر بعد ذلك الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بست دقائق بواسطة البرازيلي نيمار. ماكينة البلاوغرانا واصلت الدوران في الشوط الثاني حيث أمضى القائد أندريس نيستا الهدف الثالث بحلول الدقيقة 53 قبل أن يعود سواريز ويختم ما بدأ بتسجيله الهدف الرابع عند الدقيقة 74 ليرفع برشلونة رصيده إلى 30 نقطة ويبتعد بست نقاط عن الريال الذي تجمد رصيده عند 24 نقطة. أكدت عدة تقارير صحفية أن مسؤولي السد القطري قدموا عرضا مغريا للتعاقد مع المدرب الأيرلندي برندان روجرز المدير الفني السابق لليفربول الإنجليزي لتولي تدريب نادي السد. كشفت صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية أن النادي القطري قدم عرضا يقدر بعشرة ملايين جنيه إسترليني للتعاقد مع روجرز. أشار تقرير إلى أن روجرز قد تقابل بالفعل مع مسؤولي نادي السد والذين قدموا العرض الرسمي له، لأن المدرب لم يتخذ بعد قراره لتوجيه مسيرته نحو منطقة الخليج. نهاية الموجز الرياضي في أمان الله. شكرا لك سمير عماد. ختام هذه النشرة بفقرة كسب حلال. هاي مهنة أنا عايش فيها لي 20 سنة عدلها، سمعت قانيت عن الصرب قانيت عن طلبة وقانيت عن ياسر، الحمد لله رب العالمين. لا يعيش من عندي مش المهنة، لا هي اللي عايش منها. لولي هون 20 سنة عدل هاي المهنة، 20 سنة ذتر صار فيها بيه زمن الخريف، سمعت هو ياسر في البعداء بس النهار زمن الشتاء المساكة ما يحركوا لا ما عند الخريف ويشي، وهاي الفترة حالا هم حركتهم، سمعت اليومية عدل 5 متاكة 4 متاكة 6 متاكة اليومية، وارقى ما تتقان عدل بطمتك واحد النهار. هاي النهار يتبارك ما قال يموت فيه إذا تنبيع واحد 15 14 13 ألف مع أنه واحد يحديد ما واحد بيشي معلوم بيبقى 25 سمعت، والعادي منه بيبقى 14 15. النشرة انتهت مشاهدينا الكرام، لم يبقى الا التذكير بالعناوين. الأمن المالي يؤكد مقتل 2 من منفذي هجوم الجمعة في حين يواصل البحث عن 4 آخرين، وموريتانيا تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا الهجوم. في مؤتمرها الثاني نقابة القابلات الموريتانيات تطالب بتوفير الغطاء القانوني والتعميم العاملات في المجال. وفي النشرة تابعتم الحصول على وظيفة مغرية حلم قد يتحقق لكن سرعان ما تبدده إكراهات العمل. مشاهدينا شكرا لكم على كرم المتابعة. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على صفحات الإنترنت
ساحل بوينت تي في، لكم تحية من الفريق المداوم هذا المساء، تحيانا جميعا وأسلام عليكم.